السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. معكم فريق حسن في فيديو جديد ورياكشن جديدة. بقالي كتير ما نزلتش ولا تراك، بس انا دلوقتي شفت الشكر نزل جو، نزل تراك اللي هو اسمه طينا. نشوفوا التراك ديال الجوكر، وبعتذر منكم كثير جدا يعني على تأخير نظرا للأسباب، وإن شاء الله نشتغل بالتلفزيون بعدين إن شاء الله بتزبط الأمور بإذن الله. نعتذر مرة أخرى، وشكرا لكم على التعليقات اللي بتحطوا لي على اليوتيوب، شكرا لكم. ويلا نشوفوا التراك ديال جو الجوكر. يلا شباب ليتس جو. شباب نشوفوا التراك ديال الجوكر اللي هو اسمه طينا. بطبيعة الحال دبسمنت ريكورد، هذه شركة فرنسية يمكن هي اللي عاملة ليه يعني الانتاج، بس من الارت وورك يعني بيبان انه قاعد والعين يعني وشايفهم كلهم يعني قاتلهم كلهم يعني من الارت وورك. هنا بتشوف رؤوس بتاع بني ادمين يعني هياكل عظمية، وهو عامل لهم عين يعني وهو بيتفرج فيهم يعني قتلهم كلهم وهو بارك بيتفرج فيهم. هذا اللي فهمت انا من الارت وورك اللي حاطط الجوكر. مهم شباب، كانوا في تراكين نزلوا ليه قبل من هذا، كان واحد يعني ديستراك وواحد يعني فكرنا بالجوكر القديم، بس ان شاء الله لو عاوزين نعمل عليه رياكشن ان شاء الله اعمل عليه. يلا عشان ما اطولش عليكم، وانا بقالي كثير ما عملت رياكشن. يلا شباب، بس قبل ما نضغط على بلاي ما تنسوش تنزلوا تعملوا لنا اشتراك في القناه لو عجبك. بطبيعه الحال فريق حسن، ونزل اعمل لنا كومنت او لايك. يلا شباب ليتس جو. يس، نضغط على بلاي، عطينا الصوت، زيد الصوت. اي يس، تعودنا ننام بعين وعين، كنا في دايرة دايرة عالم، كنا يوميا نترحم العين اللي تغفل يتاخد مطرحها زميلنا. اوي 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 اوي، 26 ثانية الطراق فيه دقيقتين و50 ثانية يعني دخلة هوب، يعني باين انه التراك هذا يعني بيرد على اللي نكشوا، عشان تراكات كثيرة نزلت عفرو الطول كله نزل، انا رجعوه عشان نبقى دايرين. يلا شباب ليتس جو. يا جوكر اند هاوس، بيس اند لوف. يا الرك على القالب، اعداد كتير والله غالب، تعودنا ننام بعين وعين، كنا في دايره دايره تعالب، كنا يوميا نترحم العين اللي تغفل يتاخد مطرحها زميلنا، في حته صعب يطرحها في راسي كلاب ولازم اطرحها. عشان ما ننساش انه كان في انه بيقول ان الجوكر تصالح مع بيوسف، بس ما بليش هو الحين دلوقتي كله بينكش الثاني يعني. حجر قبل بيناتي بعيد فطول بدل عادي، بقلبها ضلمه قلبادي ومع الماضي في مطارده، خنت عهد الملايكه السقطه، ما دام ما بعتش روحك ورجعت اوي تسرق هتبقى مش فاهم النقطه على بربرز نطينا زي ما كنت. قال لي يمكن انت ما فاهمش اللقطه يعني بيعيد له يعني بيذكره. دينا يوم اللي مش راضي عدينا، اسوأ من كبسه عديله على بربرس نطينا زي ما تودينا تودينا، يوم اللي مش راضي عدينا اسوأ من كبسه عديله، وانا مش فيها خابت حدش فيه كل واحد جامد، لما الدايره اتفكت نقط بانت نقط خسرت نقط لانت، كبري اغلى من الذهب كانه حاجه احبها شو منظر بالله احضر عنده. واش هاد القلم هذا؟ واش هاد الوورد بلاي؟ واش هاد الليريكس اللي حاطط؟ واش نقول لكم بانش لاينات كيف بيحطهم الجوكر؟ صراحه شابو للجوكر على التراكات كلها يعني اللي بينزل، بالنسبه يكونوا قصص ولا ديستراكات، جوكر بيس اند لوف. كلمه عنده انت ما وقفتليش على حق، مع اني وقفت لك على بعد، مش عايز اشوف اللي زيك انتوا 40 ما فيش منكوا راضي، سنين ولسه بتباكي العايبه بتدوم الشاطر،
هو تراك ايغو تريب بي يعني كل اللي نكشوا في التراكات الاخيره بيرد عليهم. سما بعيده عن واطي على بريبريزماتينا زي ما تودينا تودينا يوم اللي مش راضي عدينا اسوأ من كبسة عدينا يس على بريبريزماتينا زي ما تود على البربريز طينا يعني ماشي بالعربية بتاعه والبربريز كله طين يعني هو سيء ما بيشوفش حد قدامه جوكر يا سلام عدينا يوم اللي مش فانش لاين كيف بيحطه اسوأ من كبسة عدينا اسمع لي هذا الجيتار هوك يا سلام احنا كنا دفع حجنا فكنا ولسه فوق نزلنا طول بالفرض على رنا لو قلنا الله مش هتبدلنا في حاجات ما بتبصش من رقنا في اصوات في اركان الدكنة كنت فاكرها ساكتة مش ساكتة الظاهر فيني بتجيب على تكتة على بريبريزماتينا زي ما تودينا نعيدوها هاد الكوبلي هذا نعيدوه خصوصا بالدخله بتاع الجيتار على بريبريزماتينا زي ما تودينا يوم اللي مش راضي عدينا اسوأ من كبسة عدينا اوه لما بيكون تراك اسمحوا لي لما بيكون تراك يعني الرابر بيحط يعني الورد بلايات لي بانش لاين وليريكس يا سلام لا بويتري this is the la poetry ريم اند بويتري يس جوكر جود جاب مان اسمعوا دي نزيدوا في الصوت احنا كنا دفع حجنا فكنا ولسه فوق نزلنا طول بالفرض على رنا لو قلنا الله مش هتدنا لو قلنا يلا مش هتدنا يعني مش هت يا سلام كانت دكنة كنت فاكرها ستة بالسبتة الظاهر في دي بتجيب على تكة على بريبريز على تكة زي ما تودينا تودينا يوم اللي مش راضي عدينا اسوأ من كبسة عدينا على بريبريز ماتينا زي ما تودينا يس يوم اللي مش راضي عدينا اسوأ من كبسة عدينا شاراوت اللي عامل البيتس شاراوت يس جود جاب وات يا سلام هو التراك مش زي اللي حسوا شباب التراك هذا تراك بوم تراك روعة صراحة تراك يا سلام الجوكر يعني صراحة انا بعتبره من الرواد بتاع الراب المصري يعني رغم انه بيحط مره تراكات وهذه بس ثابت خلى محمد رمضان ثابت على المستوى بتاعه رغم انه كيف ما قلنا في الاول انه سنه ما نزلش بس لما نزل رجع للمسرح وعمل اللي هو عايز الراب سين المصري يعني جامد 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 وهالتراك هذا جامد يعني فشخ زي ما بتقولوا فشخ المهم يا شباب كانت هذه اول رياكشن بعد العوده مع الجوكر اللي هو يعني سبب الحمد لله بعد ربنا انه التراك بتاعه كان دار لي القناه وبشكر كلكم على يعني السبورت اللي بتسبورتوني يعني في الكومنتات وبتسالوا عني شكرا عليكم كثير 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 لكل العالم العربي وجميعا يعني مهم شباب لو عجبتك الرياكشن بتاع فريق حسن ما تنساش تنزل تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشي كومنتير حلو وان شاء الله انا معاكم انا خلصت الاجازه وانا معاكم ان شاء الله مهم شباب شوفوكم في فيديو ثاني تهلاو